ألمانيا وإنجلترا. ألمانيا وإنجلترا اللي كسب هو اللي يستحق يعني. يعني إنجلترا أحسن بكتير جدا من ألمانيا. وألمانيا برضو قلت هنا في البرنامج كذا مرة يا سيف، أنا مش مقتنع بيها خالص ولا طريقة اللعب. المدرب تحسه مش عارف لعيبته. لسه بتكلم على مولر، فكرة مولر بيلعب 90 دقيقة كل الماتشات ما بيقدمش أي حاجة، وأنت بتلعب مهاجم ما بتشوطش ولا كرة على الجون. طبعا سيبك من ضيع انفرادي في الماتش الأخير، بس مش إيجابي على الجون، مش إيجابي حتى في النواحي الهجومية. عدم وجود سانية في الملعب لمدة طويلة قوي، جنابري حتى قعدوا احتياطي ابتدى فيرنر، يعني تشكيلات غريبة بيعملها. أنا شايف يعني ساوث جيت بصراحة أدار الماتش بشكل كويس، لعب لعيبة مش معروفة ولا جماهير كبيرة، لكن بينفذوا كويس أوي اللي هو عايزه. ابتدى في أول ماتشات بفودن، النهارده مقعد فودن بره، ناس يقول لك ملعب ستيرلينج وساكا، ومقعد سانشو مثلا، الناس كلها بيقول لك سانشو بقى أحسن لعيبة ما بيلعبش خالص لغاية دلوقتي، ولكن بيكسب وماشي كويس وعمل تغييرات. مثلا النهارده جريليش نزل قلب لك الماتش وعمل الجونين، فبحس انه قاري وعايش الاجواء يعني. دور ربع النهائي، ايطاليا بلجيكا اسبانيا سويسرا تشيكي الدنمارك انجلترا اوكرانيا، عندك توقع سريع؟ انا اقول ايطاليا اسبانيا دنمارك انجلترا. علامة انا ايطاليا سويسرا دنمارك وانجلترا. كده خلصنا بقى حلقتنا. وقبل ما يعني اشكر العالمي والتعلق، كنت تركب عجل وانت صغير؟ لسه بركب عجل طبعا لحد دلوقتي. طب اشوفه بقى في الجون على طول ماشي بالعجل. انت حاطط العجل على المركب؟ دي رياضه باخدها في الجزر. انا جايب ساند صعبه دي. لا لا جميله على الرمل صعبه. بس هي بتاعه الرمل، الكوتشه بتاعتها الرمل جامده. نائب انا بركب برضه. فين انا السنه اللي فاتت؟ مارينا احلى حاجه في العجل بقى، عندك مساحه كبيره جدا تنزل تتفسح بيها براحتك. السنه اللي فاتت جبت عجله وشغال بقى حلوه جدا جدا يعني. وقت الساعه 6 7 كده تنزل تتمشى بيها. حلو، انا مبسوط ان يعني في اهتمام بالرياضه. مصر هتستقبل اول كاس عالم للدرجات المجموعه. درجات المجموعه دي اللي هي التراك ده اللي هو بيبقى مايل سنه كده. سيف اللي عارف الموضوع. اللي هو بيبقى جامده دي. سيف اللي عارف الموضوع. وبعدين بيني وبينك كمان بقى في اهتمام كبير. اهم حاجه انت بتركب عجل. انا عايز اقول لك انا قصه كبيره في الحته دي يعني. انا بركب عجل في الجيم وتحت سيف الجيم على طول العجل. بس يعني اهتمام كبير برضو من الحته دي بصراحه يعني. سياده الرئيس برضو في مشاهد كثيره جدا طبعا، على طول مع مجموعه الشباب ومع الناس بتوع كليه الشرطه مع الناس. في مشروع 8 مليون عجله او مليون دراجه. وعايز اقول لك عليه اقبال كبير جدا جدا جدا. انت عارف على فكره لما تيجي مثلا تمشي في اكتوبر او ايام رمضان مثلا، تلاقي اكتوبر معظم الناس ماشيه أيوة بالعجل في التجمع نفسه. كان شفتها قوي قبل كمان كورونا. ايوه ابتدى الموضوع يعني يبقى سيستم في عند ناس كتير. صراحه ايفنت محترم وايفنت قوي ربنا يخليك يا سيدي. لا انا بشكر الدوله المصريه كجزء من الدوله المصريه. كجزء من الدوله المصريه. لا بصراحه مشهد رائع، ونتمنى يا رب كده كل يوم تبقى فيه بطولات وايفنتات كبيره. عالمي بشكرك. شكرا.